السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين في البام ساعات بنحتاج كتير اننا نعمل ملفات وورد واكسل وباوربوينت وحاجات زي كده. فاحسن حاجة بالنسبة لنا مايكروسوفت 365، وده طبعا هتلاقي سهل جدا لان هو نفس الشغل اللي موجود عندك وانت متعود عليه، وهتلاقي عندك برضو جوجل وورك سبيس. للأمانة انا بشتغل على جوجل وورك سبيس اكتر بكتير من مايكروسوفت 365، رغم ان انا عندي نسختين، شاري ده وشاري دوت، وعندي الاي وورك ده على الابل يديك ان انت تعمل الملفات اللي انت عايزها.